يرى المراقبون أن المؤسسات الإعلامية انضمت إلى أي فكر مثلا ينادي بقوامة الرجل على المرأة، طبعا حتى لو كان ذلك صحيح شرعيا، لكن حديثنا اليوم ليش تعدى حتى للموضوع الإعلامي يتعلق بالكوادر. طبعا الصحفيات لا يزلن تابعات لرؤوس ذكورية في غرف التحكم التحريرية والتنفيذية، فلا يتعدى نشاطهن سوى تغطية المناسبات وحضور الندوات، ويتخلفن عن صناعة الأخبار وإثارة القضايا وملاحقة الأحداث، بالرغم من أن قضايا المرأة هي الأكثر جدلا في السعودية، إلا أن مشاركة هؤلاء الصحفيات لا تزال بعيدة عن متابعة شؤون بني، يعني شؤون يعني النساء تحديدا. وزارة الثقافة والإعلام ترحب بالمرأة لكن بشروط، والمؤسسات الإعلامية تنادي بعمل المرأة لكن وفق قوانينها، والنتيجة 8% فقط نسبة الصحفيات في هذا القطاع. عموما أنا بس حاب أقول أنه في كثير من الصحفيات اللي هم الحقيقة في الميدان، ونقدرهم ونجلهم، يعني عملنا مع بعضهن كثير، نقدركم وكل شيء، لكن احنا نتحدث عن النسبة الأكبر، قليل من الصحفيات اللي يساهمون في صناعة الخبر، واللي موجودين في المطبخ التحريري، موجودين في الديسك، موجودين الديسك يعني الصياغة، يعني كل هذه الأمور ليست المرأة موجودة فيها بشكل كبير في الصحافة السعودية. نتابع تفاصيل أكثر في هذا التقرير لزميلي هاني صفيان، ثم نعود للنقاش بعد ذلك. في فترة وجيزة وبإصرار وعزيمة أصبح للإعلاميات شأن في دائرة الإعلام السعودي بعد أن كانت مختفية، وتنشر كتاباتها بأسماء ذكورية أو مستعارة، وكأنها مثل موقع إلكتروني كتب فيه لا يمكنك الدخول إلى هذه الصفحة. عمل المرأة في المجال الإعلامي في المجتمع السعودي منذ زمن طويل، ولكن كانت تكتب متخفية خلف الرجل بأسماء مستعارة، لأنه في السابق كان حكر على الرجال بحكم العادات والتقاليد، ولأنه قضية شائكة وما زالت يعني عند البعض قضية شائكة. ولكن يعني الحمد لله الحين المجتمع صار على وعي ونضج وانفتاح أكثر من قبل، فنشوف الفترة الحالية أصبح هناك العديد من الإعلاميات السعوديات اللي دخلوا المجال وبرعوا فيه. طموحهم وأمالهم التي كانت مدفونة يمارسونها حاليا باحترافية، حتى وصل الأمر بهن إلى تخطي التحديات والصعوبات التي كانوا يواجهونها، وتنوعهم في أقسام ومجالات عدة كالسياسة والاقتصاد والرياضة، غير مما نشاهد منهن كمذيعات متميزات في القنوات الفضائية. المرأة حقيقي بدأت تثبت نفسها يعني في المجال الإعلامي، يعني صارت في وجوه إعلامية نسائية هنا بالسعودية معروفة أكثر من الرجال نوعا ما، بس هو هذا يعني هذا يبغى وقت بس مش أكثر، يعني المرأة محتاجة وقت أكثر وانفتاح أكثر، حرية أكثر عشان تقدر تبدع. طبيعة المجتمع السعودي هو أهم الأسباب، يعني في عادات وتقاليد هنا جديد بدأوا الناس يعني يتقبلوا وجود المرأة، مش بس بالمجال الإعلامي، بأي مجال عمل كانت المرأة فقط مدرسة. طبيعة المجتمع بيفرض على الناس نظام معين، الكل بينجح بس إنها المرأة تشتغل على نفسها أكثر. وما زالت المعاناة قائمة في تثبيت مسمى مهنة الإعلامي للهوية الوطنية، حيث حقوقه الاجتماعية ومعاملاته الخاصة تقف عائقا بسبب انتسابه لمهنة لا يمارسها كمتسبب أو موظف أهلي أو من المسميات الأخرى. كان الإعلام ينحصر على الرجال، على فئة الرجال، وخلال هذه السنوات اللي احنا فيها بدأ العنصر النسائي يدخل في كافة المجالات وبالتحديد مجال الإعلام، فهذا بروز رائع جدا للمرأة السعودية. بدأ المجتمع يرى أن المرأة السعودية بارعة في شتى المجالات وبالذات في مجال الإعلام، فعمل مجال الإعلام ليس عيب وإنما هو فرصة للمرأة السعودية في إبراز نفسها. تغير الحال، وقد يكون أفضل من ذلك إذا وجد نظام واضح يحفظ للإعلامي ما له وما عليه كي يصل صوته وينقل الأحداث والتغيرات التي يشاهدها إلى المتلقي أو القارئ. لبرنامج هلها نصفيان، الرياض. شكرا لزميلي هاني صفيان على التقرير. سعيد الحقيقة بالشابات الإعلاميات اللي كانوا في التقرير، لكن سعادتي أكثر موضوع شخصي جدا، بس لازم أقول أني أنا شفت صديق لي عزيز في التقرير تركنا وخلانا في دبي والآن في الرياض، فشفته متألق كذا ماخذين له بان. ياسر الشمراني تحياتي لك،
حلو بالبني. لمناقشة هذا الموضوع معنا من استديوهاتنا من جدة أستاذ الإعلام في جامعة الملك عبد العزيز الدكتور سعود كاتب، أيضا سيكون معنا اتصالات هاتفية لإعلاميات سعوديات كنا نتمنى أن يكون موجودات يعني معنا في استديوهاتنا في الرياض أو في جدة، لكن يبدو أنه الإعلاميات جزء من المشكلة في وجودهم في المؤسسات أيضا من خلال الحين راح نسألهم إذا صاروا معنا على الهاتف. دكتور سعود أهلا وسهلا بك، ما هي أبرز التحديات التي تواجه عمل المرأة في مجال الإعلام من ناحية التدريب والتأهيل وحتى التحفيز والتشجيع؟ أهلا وسهلا بك. أولا في اعتقادي أنه أبرز المشاكل اللي بتواجهها الإعلاميات السعوديات هي مشاكل اجتماعية ومشاكل مهنية. يعني أنا خليني بكل اختصار ألخص لك مشكلة الإعلاميات السعوديات في جملة واحدة، ربما إنها تستطيع أنها تختصر المشكلة سواء من جانبها المهني أو حتى من جانبها الاجتماعي. الجملة هذه بين قوسين أنه المرأة السعودية لن تصبح يوما من الأيام رئيس التحرير. يعني هذه جملة صدرت على لسان رئيس هيئة الصحفيين السعوديين اللي هو في نفس الوقت رئيس واحدة من أكبر المؤسسات الإعلامية. لا بس هو ما قالها من جانب تشريعي، هو قالها من جانب مهني يمكن يا دكتور سعود. سواء من جانب مهني من جانب اجتماعي من جانب تشريعي. بس أقول لك شغلة، يعني إحنا مثلا في مجموعة يعني روتانا، ما أحب أتكلم بس رئيس التحرير مجلة روتانا اللي هي البرنت الوحيد عندنا في المجموعة هي سيدة سعودية هلا الناصر، عندها تجربتها أيضا في الصحافة السعودية، رئيس التحرير تقوم بمهام رئيس التحرير زي أي رجل وقديرة في مكانها. وهذا كلام يعني هو الكلام اللي أنا أبغى أقوله. بالتأكيد المرأة السعودية قادرة أنها تكون رئيس التحرير، قادرة أنها تكون في أي وظيفة يتم وضعها فيها، ولكن المهم أنها تأخذ الفرصة. أنا أعتقد أنه هناك يعني حتى هذه العبارة عندما صدرت هي صدرت من خلفية اجتماعية، يعني المجتمع ككل بيعاني من مشكلة في التعامل ليس فقط مع الإعلاميات، حتى الطبيبة حتى الممرضة بتواجه ترى على فكرة بنفس المشاكل اللي بيواجهوها الإعلاميات من ناحية قبول المجتمع لهذه الوظائف. فبالتالي أنا أتصور أنه الإعلاميات السعوديات بيعانوا كثيرا حتى نفسيا على المستوى النفسي من ناحية القبول سواء في البيت أو في العمل أو حتى على مستوى المجتمع من ناحية القبول في هذا العمل. فأعتقد أنه هي مشكلة كبيرة بالنسبة لي. نعم دكتور سعود، بس خلينا نحن بس نتخيل المشهد شوي، وأنت يعني موجود في الحراك اليوم، إحنا نتحدث عن تجربة مجلة، لكن عندما نتخيل مثلا رئيس التحرير السعودية لجريدة الرياض أو جريدة الوطن أو جريدة عكاظ، طبعا أنت عندك تيارات، عندك تعقيبات على مقالات، عندك إزعاج لأمير منطقة معين، عندك إزعاج لشيخ في هيئة كبار العلماء معين، كيف ممكن؟ هل المرأة السعودية جاهزة أن تمتص وتتقبل ذلك والملاحظات والشد والجذب؟ هي جاهزة لذلك الآن أم أنها تحتاج إلى وقت؟ يعني هل تختلف المرأة السعودية عن المرأة في أي مكان في العالم الآخر المتحضر؟ هل هي تختلف؟ بس الصحافة تختلف عندنا عن العالم المتحضر، يعني كمان هذه مهمة. هي هذا اللي بقوله، هذه الصحافة عندنا فيها مشاكل، بتواجه بالكثير من المشاكل سواء من ناحية الأنظمة والقوانين أو 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 من المشكلة الأساسية اللي هي مشكلة المجتمع. يعني المجتمع اللي بينظر إلى المرأة نظرة أعتقد إنه اعتقد قاصره كثيرا بتعاني منها المراه، لا تقبل في وظائف كثيره، لا يريد ان يراها في هذه الوظائف. حتى اليوم لا يوجد قانون للتحرش الجنسي. لماذا لم يصدر قانون بهذا الشكل؟ هل لدينا اي مؤسسه اعلاميه بيوجد فيها قانون للتحرش الجنسي بيحمي الموظفات وبيحمي الاعلاميات؟ ليس هناك اي قانون. القانون تم عرضه وتم لا هو شوف احنا اذا بنروح للأدراج نعم احنا بنروح اذا بنروح لهذا الموضوع، يعني عندنا مشكله كمان في الشؤون في الاتش ار اللي هو الشؤون الاداريه، انه يفترض اساسا دائما في المؤسسات المتحضره المسؤوله والمديره تكون سيده. لماذا؟ لانها تستطيع تقبل شكوى الرجل والمراه في نفس الوقت. اليوم الشؤون الاداريه في غالبيه المؤسسات هي يعني على راسها رجل، فبالتالي الحديث عن تحرش بالمرأة من مرأة إلى رجل قد لا يكون يعني منطقي، وحتى ممكن يأخذ زاوية، يعني هذا علم مفهوم معروف لعلك يعني أخبر مني فيه. فعندنا موضوع مشكلة أخرى يعني غير الموضوع اللي نناقشه اليوم أساسا.
لا، هذه جزء من المشكلة يا أستاذ علي. المرأة بتعاني، أنت سألتني عن مشاكل الإعلاميات السعوديات، وأعتقد أن التحرش الجنسي هو واحد من المشاكل التي بيعاني منها الإعلاميات السعوديات، وهي مشكلة قد لا تظهر إلى العلن ولكنها مشكلة موجودة، وموجودة في كافة القطاعات. هي لا تعاني بس من هذا الموضوع تحت سقف المؤسسات الإعلامية، ولكنها تعاني عندما تحتاج أنها تخرج لتلتقي بالمصادر، وعندما تريد أن تخرج إلى الميدان هي بتواجه بصعوبة، لأن المجتمع بيعاني من هذه المشكلة، لأنه ليس هناك قانون للتحرش الجنسي، ليس هناك نظام يحمي المرأة من هذه الممارسات الخاطئة. فالأمور كلها متشابكة ومرتبطة ببعضها، طالما أننا بنتكلم عن المشاكل اللي بتواجه الإعلامية السعودية. نعم دكتور سعود، يعني تستحوذ قضايا المرأة في 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 السعودية ما يقارب 40% من إجمالي ما تنشره المؤسسات الإعلامية من أخبار وتقارير يومية، لكن يعني الغريب أن الصحفيات ليس لهن دور كبير يعني في إثارة أي قضية نسائية. كيف تعلق على هذا الواقع؟ هل تتحمله الصحيفة أم تتحمله أيضا الصحفية السعودية الموجودة في هذه الصحيفة؟ أعتقد أنها مسؤولية مشتركة. أولا، الفرص اللي بتمنح للصحفيات أعتقد أنها محدودة، فبالتالي بتتحمل الصحيفة أنها ما بتعطي المزيد من الصلاحيات، المزيد من المسؤوليات، المزيد من المهام للإعلاميات السعوديات. المسألة الثانية اللي هي كلها بتعود إليها جميع المشاكل، هي مشكلة المجتمع، لأنه هناك خشية أنه أنا والله أبغى أرسل الموظفة الصحفية إلى الميدان لتغطية موضوع معين، طيب الميدان هذا قد يكون في أحد الأحياء اللي هي اللي فيها مشاكل كثيرة، اللي بتحتاج أنها بتحتك فيها بكثير من الأشخاص، وممكن أنها تتعرض للأذية، فهناك مشكلة اجتماعية في هذا الموضوع أيضا. هناك تقصير بلا شك من الإعلاميات السعوديات، لأنه يفترض فيهم أنه يكون يبذل المزيد من الجهد. يعني هذا الموضوع بيقودني إلى الحديث أنه ليس لدينا إلى الآن أي تكتل للإعلاميات السعوديات، يعني دائما ليس لهم صوت واحد، كل واحدة لها صوت في جهة، بيختلفوا في الآراء، لكن هم لو توحدوا بيقدروا يوحدوا مطالبهم، وبيقدروا أنهم يمارسوا نوع من الضغط على مؤسساتهم الإعلامية أنها تعطيهم المزيد من الحقوق.